بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب المركز الثقافي العثماني، نكمل معكم في هذه اللقاءات المتجددة في دورة إدارة المحتوى باستخدام منصة الوورد بريس. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن كيفية استخدام الوورد بريس دوت كوم كبيئة أو كفري هوستنج، يعني بيعطينا استضافة مجانية. من خلال هذه الاستضافة المجانية إحنا بنقدر يعني نعمل ولو يعني موقع بسيط نستضيفه عندهم. طبعا إله زي ما حكينا إله شروطه، إله مميزاته، إله يعني اللي أنت بدك تتقيد فيه. بمعنى انت اليوم بدك تشتغل عند حدا بدك تتقيد بشروطهم، بقوانينهم، باللي انت يعني بدك تلتزم فيه. لكن هذا الغالب مش ادفانتج، ومش احنا مش كل واحد يعني بتناسبه هذا الكلام. وبالتالي كان لابد انه انت لما بدك تشتغل شغل يعني احترافي او هو الفعلي حقيقة اللي انت ان شاء الله اذا حابب يعني تشتغل في هذا المجال، او حتى لحسابك الشخص، الناس اللي بدها يعني تطور موقعها من نفسها. لانه انتو زي ما انتو عارفين يا شباب هذا شغل، يعني ممكن انت كمتخصص في الويب ديزاين او في هذا يكون احد يعني شغلك، لكن الناس اللي ما بدها يعني تجي على راسها وبس هي بس حابة تاخذ هالفكرة هنا بحيث انها تبني مواقع خاصة فيها. فأيضا في كل الأحوال انت يعني بدك تشتغل شغل احترافي أكثر. وبالتالي احنا الآن اليوم ان شاء الله حنرجع نشتغل على أجهزتنا اللوكالي. طبعا احنا أجهزتنا اللوكالي كأن يعني احنا بنحاكي كأن بنشتغل على يعني هوستنج او على استضافة احنا دافعينها، وهذه الاستضافة انا بصير اعدل عليها واغير عليها من ناحية اللي هو اللي عندي. طيب، اول خطوة الان اليوم احنا بدنا ناخدها عشان ما نضيع وقت في شغلات يعني يعني نحس انه احنا بننجز. بدنا اول اشي بدنا نتعرف على اللي هو او كيف. اول اشي بدنا نخطط لإحنا كل واحد. طبعا هذه الدورة يا شباب ما فيش فيها يعني امتحان، لانها امتحان، هذا عملي مشروع. فانت كل واحد بده يكون يعني يعمل مشروع، ومشروع يكون له قيمة، يعني مش يعني مشروع يكون إنجازه ويناقش في آخر الدورة. طيب، الآن اللي بدي إياه منكم، الآن إحنا بدنا أول إشي نستخدم أو نبحث عن ثيم جاهز وفري. ثيم جاهز وفري. الآن المواقع كتيرة اللي بتوفر هذه الشغل. انا مش عارف، بس انا الان بدي يعني اشارك معكم ان شاء الله. فهنا اول اشي بدنا نروح هنا. طبعا بدي اياكم منكم انتم بتحكوا وانا يعني معاكم، بدي يعني تحاول ايضا انت تبحث معايا. تمام. فالان اذا ظهرت عندكم الصورة، ظهر عندكم الآن، بتكتب في الجوجل وورد بريس ثيم. لو كتبت فري بيكون برضو بيجيب لك إياه، بتقول له فري داونلود بروفيشنال، يعني بدنا إحنا إشي مش بدائي أو إشي بسيط. لأنه إحنا هنا اتفقنا يا شباب يعني ما بدنا يعني نقعد نمسك نقول 1 + 1 = 2، لا، بدنا في الآخر يعني بصراحة يما ناخد دورة نكون محترفين نطلع منها، ويكون في عنا إنه أخدنا إشي استفدنا فيه.
فنكتب الآن إذا الشباب اكتبوا معانا عشان بدنا ووردبريس ثيم فري داونلود. الآن بيجيك يعني مواقع كتيرة فيها اللي هو هذه، فلاحظ في عندك هذا، عندك اللي هو 2020، هذا لو فتنا عليه هنا هنلاحظ انه هذا طبعا الثيم فورست يا شباب، هذا ليس فري، اول واحد ليس فري، هذا كله لازم تشتريهم. فالثيم فورست هذا من اشهر المواقع اللي هي بتوفر الثيمز، لكن ايش يعني بفلوس. طيب انا اخترت لكم اللي هو هذا اللي هو 138 بيست. دائما خذ كلمه الريسبونسيف اذا انت بدك تاخد اي ثيم من هذه السمات. ايش معنى ريسبونسيف يا شباب؟ مين هنا ممكن من الموجودين نشوف بيعرف حالا ايش كلمة ريسبونسيف؟ لا انا ما بدي، لا كلمة ريسبونسيف بدي انا احكي من از كمبيوتر ساينس، مش من ناحية ترجمة. في حدا مرت عليه؟ طيب ما حدا ايش مرت عليه شباب؟ ريسبونسيف يعني الموقع اللي عندك لما انت الان تفتحه على اللابتوب بياخد شكل معين، لما تفتحه على التابلت بياخد شكل معين، لما تفتحه على اللي هو اي على الجوال بتغير الابعاد. هذا بتشوفوه ولا لا؟ هاي معناته ريسبونسيف، يعني هو بتأقلم حسب الجهاز اللي هو بيستخدمه. حنشوف الآن، فنختار الآن هذا اللي هو ده، طبعا كلمة ريسبونسيف مهمة، فنختار الآن الموقع هذا اللي هو السكي هنا. تمام، أو نيجي ونشوف اللي هو هذه ليش الثيمز. شفتوها يا شباب معانا؟ هذه كل، طيب نبعت لكم الرابط هنا على الشات. هاي الشات، هاي الرابط. هاي في حدا بعته محمد؟ فتحناه كلنا شباب، فتحتوه معنا ولا كيف؟ صحيح صحيح. طيب ايضا نفس ال هنا، شوركتم الان. طيب الآن الموقع هذا يا شباب، شايفين انتو هذه الثيم؟ اول اشي احنا كلنا عارفين ايش من الثيم، قلنا الثيم الهيكل او المظهر اللي حيطلع فيه هذا المين الموقع، وبالتالي هذا هاي ثيمات عندك جاهزة كاملة، اي واحد فيهم بيعجبك بتقدر انت تاخده واللي هو تختاره عندك حسب شغلك. ومن الآن أنت بدك مشروعك، يعني إحنا خلينا ناخد أي واحد، يعني أنت تختار أي واحد من هذول ومن خلاله تكمل عليه. طبعا إحنا الآن ممكن كمان أنت إيش تعمل يا شباب؟ ممكن خلينا نشوف موجود عندنا هنا، لو حطينا كذلك اللي هو هنا اذا لقينا بيكون افضل. RTL ايش يعني؟ RTL يعني رايت تو ليفت، يعني بيدعم ايضا العربي. فنشوف هنا، طبعا الموقع اللي احنا تو كنا فيه
مش موجود في اللي هو RTL، لكن اللي موجود هنا يعني هاي هذا مثلا على سبيل المثال، نشوف واحد منهم. طيب خلينا الار تي ال لمحاضرة اخرى، بس انا خلينا نرجع لمين، للموضوع هذا الموقع. طبعا هذا كلهم بالانجليزي، يعني العربي مش متأكد انه اي اذا في واحد منهم يعني. طيب الان، طب انا بدي قبل ما اختار اي واحد بدي اشوفه مباشرة، فتعالوا مثلا على سبيل المثال ناخذ هذا، انا اخترت هذا. لاحظوا مكتوب عندك هاند ديتيلز وديمو. ديمو يعني انت بدك تشوفه مباشرة على النت. اضغط على ديمو هنا هيك وشوف، حيفتح معاك مين الموقع اللي احنا هيك بده يكون في اللي هو ايش عندك على يما يكون انت تستخدمه. لكن هن بحمل شوية عنا. حمل عنكو ولا بطيء؟ حمل كامل يبدو انه. طيب اللي حتى اللي فوق انزل تحت شوف، يعني عندك هنا الموقع مقسم الى اقسام. اول اشي هنا هي عندنا هذا السلايدر حملها، هيها اللي هن مسموها الهيدر. طبعا هذه بتتحرك لحالها، لو لاحظتوا بتغير الصور لحالها، هذا زي مطعم. فاذا حدا منكم مهتم في موضوع المطاعم او موضوع الشغلة هذه وحابب يعمل موقع زي هذا، في المرحلة الاولى احنا ايش بدنا كل واحد يختار موقع من هالمواقع، ولو لقى ثيم خارج عن هذا الموقع ويكتب جنبه RTL زي ما فرجيتك. ايش RTL؟ يعني ليفت تو رايت، يعني او رايت تو ليفت، يعني انه انت بقلب على الجهتين او بدعم العربي والانجليزي. لكن احنا هذا الموقع ما بدعمش الا الانجليزي، فخلينا بس اليوم تمرينا عليه، واذا لقينا اشي تاني بنجيبه المرة الجاية. زي ما انتم شايفين هنا بعرض اللي هو اسمه، زي اسمه ايش اسم المطعم ونسخة عنه. ولو بدك انت ايضا تشوف اشي تاني تضغط على الزر هذا زي ما اتفقنا المحاضرة الماضية. طيب الان هنا بيجي مثلا على سبيل المثال بدك انت تشوف مثلا البريكفاست، الفطور، الغداء، العشاء، بدكاش بدك تشوف اشي تاني تطلبه. هذه زي ايش يعني عامل الشكل هذا هنا، يعني حاطط اور ستوري، يعني زي هيك احنا ممكن يكون انه احنا بدينا من وين، وزي المطاعم اللي عندنا هنا كل معظمها بدت من شغلة صغيرة، بسطة صغيرة أشهرهم من كلكم عارفينه كيف كان، بسطة صغيرة وبعدين هالوقت من أضخم المطاعم. فلو حطيت قصتك أنت هنا أو حطيت هنا صورتك أو طيب بعد هيك بتيجي مثلا اليوم عامل مثلا تنزيلات أو أور كذا، وبتيجي بتقول اليوم في عنا عصير، في عنا كذا. واضح هذا؟ بس انا يعني بشرح لكم كيف هذا الموقع مبني. طيب الان كذلك اللي هو الاور منيو والكذا، هاي الاور منيو قديش بتكلفنا. طيب ايش كمان؟ لو في عندنا اخر اخبار ايضا في داخل اللي هو ايش صار عندنا في المطعم، وكل هذه زي ما انتم شايفين اقسام. لو انا اليوم مثلا على سبيل المثال بدي احجز المطعم اللي موجود عندي من كم لكم احجزه، هاي شايفين عندكم. طبعا هنا هذا تقسيم المطعم. لو بدنا نشوف مثلا احنا العملاء اللي هم اللي بيشتغلوا عندنا، طبعا هذا الموقع ممكن انا مش شرط استخدمه لمطعم، ممكن استخدمه لشركة، ممكن استخدمه ليش، بدل ما احط مثلا الطباخين الموجودين هل ممكن احط المبرمجين، ممكن احط مين اللي هو طيب بقول لك هان كمان تابعنا على الانستجرام، وهي احد صور الانستجرام اللي موجودة عندنا. كذلك تحت عندك هنا زي ما انت شايف الفوتر تبع مين، هذا الموقع. فنلاحظ الشغلة يا شباب،
طبعا الفوتر بنحط فيها الشغلات اللي هي دائما بتكون زي يعني اللي هي السوشيال ميديا، هيك نبذة بسيطة عنها، يعني شغلة إضافية أو يعني شغلات زي ما انتم شايفين مكررة. الموضوع اليوم مش موضوعني أنا هذا الموقع، أنا موضوعي طب أنا اليوم هذا الموقع البروفيشنال الحلو اللي أنا بدي مثلا يصير عندي موقع زيه، كيف ممكن أعمله؟ الآن بدنا نيجي ونشوف هذا الكلام. طبعا نيجي هنا نضغط على اللي هو الصفحة اللي تو كنا فيها، نضغط هنا عليها بيجينا هنا الموقع. تمام، كنا فتحنا هذا الموقع. آه يا شباب، طيب الآن نيجي ونعمل نضغط داونلود هان، شايفين؟ اضغط داونلود هنا. انا بدي واحد من عندكم الشباب بس عشان طيب اعملوا داونلود ونزلوه عندكم الان. انا نازل عندي، نزلته عندي انا، هاي موجود عندي انا، نزلوا عندكم، مش كبير الحجم تبعه. بنزل في الداونلود عندك اذا عند كاش البرنامج هذا، هيو برنامج ملف مضغوط. تمام، ملف مضغوط، يعني الان انت عندك المحتوى، المحتوى بكون عندك صور، مقالات، مثلا اخبار، مش عارف ايش. لكن انت لما تيجي تطبق الثيم عندك على اللي هو يعني على موقعك بروح. طب لا عندك مقالات ولا عندك صور ولا عندك اي شيء، من وين تجيب هو؟ لكن احنا الان من خلال الثيم هذا هعلمك الان كيف انت تسحب اللي هو كذلك المحتوى من عندهم. طبعا هذا يا شباب الثيم، لاحظوا معايا، مش كل اشي طبعا، في يعني في شغلات فري في وفي شغلات لا. فمثلا عندنا هان في شغلات حنجيها، هذه كلها مش مدعومة ببلاش، يعني لازم تدفع حقها. لكن هنا في اللي مدفوع كل شيء موجود. طبعا ايش هو المدفوع، ايش الموجود، يعني كيف؟ الآن هذا لاحظوا، مش انا اللي موجود، هاي متلاحظوا هنا في الصفحة هذه في عنا داونلود هان، صح ولا لا؟ تحت لاحظ هان بتلاقي بقول لك الفري ثيم هذا في عنده شغلات، مثلا السلايدر سيتنج، يعني مثلا على سبيل المثال السلايدر هذا الاعدادات تبعته مش فري، يعني اذا بدك تخليه بدك تخليه زي ما هو. طيب لو بدك تشتري النسخة بتاخده اعداداته، يعني هنشوف يعني ايش هو هدول، بلاش ننخبكم من الاول. تمام، على سبيل المثال لو انت الخط بدك تغيره او الفونت اوبشن، شايفين هنا اكس بقول لك لا ما فيش بتقدرش تغير لانه، لكن لو شريت هذا الثيم تقدر تغير فيه. لكن احنا لسه عم نتعلم، خلينا نشوف ايش ممكن يعطينا فري وايش ممكن، يعني احنا مش رايحين نشتري هالوقت بالعربي. تمام، يعني لانه هذا حقه، شايفين قديش حقه الثيم لما يكون كامل $100 تقريبا حقه. طيب الان كلنا نزلنا الملف. صحيح. طب هندسه بعد اذنك سؤال. تفضل. كيف ممكن انا الاقي مثلا ثيم زي هيك فري، مش كله محطوط عليه فري زي ما احنا شايفين زي هذا، ايش ممكن شغلات لو انا لقيت عشان ما اشتريش، يعني اخده شغلات مسكره وشغلات مفتوحه بالفري؟ انت هالوقت يعني كيف اقول لك، اول اشي مع خبرتك بتصير تعرف ايش بدك وايش بدكاش. تمام، يعني مع خبرتك في العمل هذا اول اشي. لانه ليش، على سبيل المثال يعني احنا لو جينا فتحنا الصفحة هذه هالوقت،
الآن أنا هو هذا، شايف السلايدر اللي قدامنا هذا، شايفه كيف؟ هذا هالوقت في له إعدادات معينة. الآن الإعدادات هذه مسكرة عليك لأنه أنت ليش؟ مش شاريه. ها، لكن أنت مثلا على سبيل المثال بتقول لا والله أنا عاجبني ولا مش بديش الإعدادات هذه كلها، أنا بدل ما أنا حاطه هذا لمطعم بغير وبحط صور هنا الفاشون مثلا ملابس، وبحط بدل الأكل ملابس، أنا عاجبني الشغل هذا. بدل ما انا حاطط هنا اللي هو الفطور والغداء والعشاء، باجي بقول ملابس اطفال، ملابس حريم، ملابس رجالي، ماشي، او بكتب هنا الرابع محير. لا، الشباب المحامي، اللي الشاب المحامي مثلا بده يشتغل في المحامي، هاي دير بالكو، هاي موجود تيست ار تي ال، هاي دير بالكو، هاي موجود منه هذا ار تي ال، شايفينه هان هاي. لو خلينا نضغط عليه كلنا نشوف ايش بده يعطينا ار تي ال. شايفين هاي جاب لنا العربي الار تي ال، بس هو فيش محتوى عربي. شايفين انتو كيف؟ يعني الموقع هذا الثيم ممتاز انه بدعم كمان العربي، يعني لو حطينا عربي بنشوف كيف، لما نرجع له بنشوف كيف احنا كيف ندعم العربي. فوصل، وضحت انت هالوقت ايش ايش اللي بدعم واللي بدعمش. طيب الان اهم اشي كمان واللي اليوم حنحكيه، بده يكون الثيم بدعم اللي هي البلاجن. طبعا في بعضكم مش عارف شو البلاجن، حنعرف هي عندنا هنستخدمها. البلاجن اللي اسمها الاليمنتور، ايش اسمها؟ الاليمنتور. ايش الاليمنتور هذه؟ هذه عبارة عن بلجن بتخليك انت يعني تبني الموقع، بس ما عليك الا تسحب هالادوات وتحطهم عندك وتغير في اعداداتهم، حنشوفهم الان. ماشي الحال؟ طيب الان بدي واحد منكم، عشان انا نزلته عندي هذا الثيم، مش حيظهر عندي، يعني انا حفرجيك وايش اللي عندي الان، ايش اللي يعني اللي صار عندي انا هنا. هاي موجود عندي الان الموقع الثيم، هاي بدي اعمل له اكتيفيت وافرجيكم اياها. بدي افرجيكم عندي انا هنا على لوكالي كيف صار ونازل عندي. لكن بدي واحد منكم الان يكون الانترنت عنده سريع، وكمان يكون جهازه سريع، يشاركنا في اللي هو يعني يشاركنا في اللي هو شاشته. فهيو انا عندي لوكالي، هي نزلته عندي انا، هيو شايفين لوكالي انا بشتغله، شايفين هاي نزلته الموقع كامل. فانتبه للي سألني تو السؤال، كيف انا بدي اسحب كمان المحتوى معه؟ تمام، شايف هو سحبه هان بالمحتوى، ولا ايش رأيك انت؟ طيب الان كامل زي ما هو. الان مين بده يعمل معانا، او مين بده يعني اول، قبل ما مين ومش مين، مين من الشباب حاسس حاله ضايع معانا ومش فاهم ايش بنعمل؟ الناس اللي اول مرة تشتغل او حاسة حالها انه احنا منغرد خارج الصندوق او خارج السرب زي ما بقولوها، يحكي يحكي وما يظلمش نفسه. الان جاي هنا، انا بنقول مين بده، مين بده في مين بده الان اللي يكون عنده النت يعني سريع، وهو اللي شاركنا الشاشه عشان اقول له ايش يعمل وزملائه يعملوا معه، لانه انا الخطوات هذه صارت موجوده عندي. فمين بده؟ عندك النت كويس ولو سريع. طيب انا بدي اوقف الان الشاشة عندي مشاركة، وتشاركنا انت اللي عندك هالوقت. اطلع عندي تحت بتلاقي بريزنت ناو، شايفه ولا لا؟ هبدأ اسكر انا هنا، موجود عندك بريزنت ناو تحت في تحت اللي عندنا هنا، مش شايف صورنا احنا كلنا؟ شايف صورنا احنا؟ المشاركة العرض، اضغط عليها. ضغطت، بيجيك الان مربع، اختار المربع،
اختار المربع اللي يجي عندك. أعمل الشاشة بأكملها. اه كلها، الشاشة بأكملها. واعمل اشوف. ايوه هي بدأ يجي عندنا. افتح اللي عندك اللي هو شو اسمه الداشبورد. ايوه افتح الداشبورد. طب كيف انت شيله. انت حملته يعني ضفته عندك؟ اه عاد احنا بدناش كنا هذا الخطوة، لانه زملائك مش حيكونوا عارفين، عشان هيك انا قلت طيب انت استنى. اه هذا ما هو المشكلة، انت حتقيمه مش حينقام هالوقت. اشوفك تقدر تحذفه من عندك اول، ارجع على الداشبورد اشوفك تقدر. اه ارجع على الثيم. لا هذا حيضل موجود عندك هالوقت. طيب ممكن على السريع احط ثيم ثاني. طيب استنى شوية، انت استنى شوية هالوقت يا شباب. اعمل انت اد هنا عندك، ما احنا هذا ماشي. طب مين عنده النت يا شباب سريع؟ بهمش يا جهاد، بدنا واحد يكون لسه ما ضافش عشان الباقيين يعرفوا. كيف؟ ايوه طيب ماشي. جهاد وقف المشاركة من عندك، خلي عبد الله هو يشاركنا. شارك يا عبد الله، شاركنا انت الشاشة عندك. مين الصوت يا شباب اللي عنده هذا ال افتح يا اعمل مشاركة عندك يا عبد الله. كيف تضغطش؟ بشاشة بأكملها. انت اختار المربع، اختار المربع اللي في النص هذا اللي جتك، في مربع ببين لك الشاشة، اختارها. ايوه واعمل ايوه هان ممتاز. الان روح على الداشبورد عندك. طيب تفكش الضغط، روح على اللي هي الشاشة عندك اللي هي اللوكال وورد بريس. سيبك من هذا، ليش جيت هان؟ روح على الوورد بريس، على الداشبورد تاعتك. اكتب عندك اللي هي 1 127 00 127. ايوه ماشي. انت نزلت عندنا النت ميب ولا لا؟ منزلته ولا لا؟ البيت نيمي حط. طيب خش على الوورد. لا مش هذا، اعمل ارجع ارجع ارجع. ايوه حط سلاش وورد بريس فوق. لا ليش هنا 127؟ ايوه طيب حطيت. حط استنى شوي استنى شوي، هاي موجود عندك الوورد بريس تحت، خوي اختار واحدة وورد بريس. ما حطيتها اول 127، بدي احط وورد بريس. هاي مكتوب عندك وورد بريس اللي تحت، ثالث واحدة اظن او رابع واحدة، بس عندك ايرور. انت ليش بهيك حاطط ايرور؟ افتح اشوف. ليش يا انت حط هو نفسه 127، هو بده يعطيك، انت تكتب 127 وورد بريس. اسفي انت في مشكلة عندك انت. هايو ايوه
اضغط على وورد بريس، اضغط على اكسس وورد بريس. هيو سيبك هذا. طيب اعمل كليك، في عندك مشكلة في الداتابيس، انت مش مشغل ال. طب يا شباب، مين يا شباب ما عملش شيء يساعدونا؟ يا محمد حرز، انت ايش اخبارك؟ نزلت وعملت شيء؟ تعمل وقف يا عبد الله، بدنا واحد شغال عنده يا شباب عشان ما نضيعش وقت. ايه طب ماشي، انت اشوف فرجيني ايش اللي جاي عندك يا احمد. انت ايش اسمه اللي تو كان اللي عنده الايرور؟ ايش مشكلة؟ ليش صاير عندك هذه المشكلة؟ بدنا نحل لك اياها بعد المحاضرة. شغل انت هذا الرابط من عندك. مين ايش يعمل لنا مشاركة هنا؟ روح على الداشبورد. ايوه هذا، ايوه ممتاز، هاي شغال عندك. روح لي على الداشبورد عندك، خش لي على اللوجن، خش اكتب ادمن هنا في نهايتها. ايوه دبليو ايوه هان، اكتب مش هي مش ادمن، او قبل ادمن، اكتب دبليو بي دبليو ايوه بي ايوه ادمن. انتر اشوف ايه، اكتب. مين بتحركش؟ مين اللي هو المشارك معانا؟ في واحد عامل مشاركة، انت يستنى. مين اللي عامل لنا المشاركة؟ محمد الطويل. خلاص محمد الطويل هيو معانا. طيب يا محمد، روح على الداشبورد. ايوه ممتاز، فوت على ابيرنس تحت، ابيرنس تحت. ايوه ثيمز، ممتاز. روح اد، استنى شوي عشان الشباب يكونوا معانا. شايفين كلكم واصلين هان ولا لا؟ اعمل اد نيو. وين الملف اللي نزلته انت من الموقع؟ روح اعمل ابلود ثيم، اضغط. ايوه ابلود ثيم، ايوه اختاره، اختار الملف. استنى بس شباب كلنا معانا. طيب اختار ايوه الثيم هذا وقول له اوبن. الان قول له انستول ناو. لاحظ الآن بفك الضغط وبإيش بحطه عندك على موقعك. لحظة شوية. لازم دير بالك. لا خليك هان يا محمد، خليك تطلعش من الصفحة. أيوه اضغط على قوالب، ممتاز. اضغط على تثبيت قالب. فوق تحميل او رفع او ايش مكتوب عندك؟ ابلود. كيف؟ طب اعمل لنا مشاركة. خليك انت يا اللي عملنا مشاركة، وانت التاني شاركنا الشاشة تبعتك، مش مشكلة. انس شاركنا، مش يعرف شاشتك، شاركنا شاشتك يا انس. طب ما في عندك زرين، انت شايف شايف انت الشاشة اللي تو هو شافها، في فوق زر، ايش الزر المكتوب عندك؟ ايش؟
ايش ترقية؟ طب اضغط ترقية ومتابعة نشوف ايش تضغية ترقية ايش بيجيك؟ انت مش هنا بصار، وين انت خاشش يا القوالب؟ لما دخلت على القوالب ايش عملت؟ طب ايه تثبيت؟ تثبيت قالب اضغط عليه. طيب الوقت ما جاكش الوقت، صفحة جديدة فيها زر يقول لك اختار الملف. ها ايش جاك؟ تقدرش تصورها وتبعت لنا اياها الصورة نشوف ايش هي؟ طيب ماشي. الان الزملاء الاخرين ايش صار عندكم؟ وصلتوا لنفس المشكلة، عفوا لنفس الصفحة هذه؟ اشوف، افتح اشوف، ارجع من اول قبلها، ارجع الصفحة اللي قبل. ايوه فوق فوق فوق، ايوه فوق، بدك تضيف واحد. ايوه مش شايفين احنا بالمرة، شاشتك مش تخصيص، بدي اضيف واحد جديد. ايش مكتوب بالعربي؟ وين تثبيت مكتوب؟ وين موجود تثبيت قالب؟ اضغط عليه اشوف وين التثبيت قالب. لا مش هان، مش هان، مش هدول، فوق فوق في زر لحاله. طيب بنشوفه عندنا كمان شوي عشان ما نضيعش الوقت، نخليه معاك لحظة، خليك معانا شوية بس الزملاء، نشوف الآخرين ايش. يا شباب كيف انتوا شايفين؟ وصلتوا كلكم زي بعض؟ جهاد حسونة، عبد الله، كلكم تمام؟ المشكلة عندنا في انجليزي وعندنا عربي. طب ليش نزلتوا عربي؟ وبعدين ما لهاش دعوة في انجليزي وفي عربي يا جهاد. ما لهاش شيء. انت التاني نفسه؟ يا شباب انس 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 استنى شوي، احنا بس نفهم الباقيين ايش بيقولوا. استنى يا انس، الان مين اللي عنده مشكلة في ترقية الاعمال وما ترقية الاعمال؟ مين؟ طيب ماشي. الآن هو هذا كم واحد انتم منزلين عربي؟ أناس ومين ومحمد التلمس ومين كمان؟ ما انجليزي انت نزل؟ طيب هو الآن عشان الثيم تبعنا انجليزي وهم بينزلوا عربي، فيبدو انه بيعمل التعارض بينهم، فهم مش قابل هذا الكلام، لانه هينو احنا نزلناه ما فيش عندنا مشكلة. اللي هو مين اللي هو عامل لنا مشاركة؟ مين اللي عامل لنا مشاركة؟ محمد التنويل، الطنطاوي يا محمد. هاي محمد ايضا ايش؟ ما فيش عنده مشكلة. اللي عندهم عربي هم اللي في عندهم مشكلة. لو انتوا حاولتوا تغيروا اللغة، شوفوا غيروا اللغة وتابعوا معانا. محمد حرز عندك مشكلة اشي؟ غادر محمد حرز. اللغة لما انت تنزله، لما تنزل الورد بريس انت هيك ما غيرتش اللغة بالمرة. خشيت انت على الجنرال هنا غيرت؟ طيب ايش صار معاك؟ غير؟ ايش ما جتش؟ ما غيرش كل اللغة؟ طيب محمد التلمس ايش صار معاك؟ غيرت اللغة انا بس مش من الطريقة اللي ها من وين؟
بتروح على اكونت سكان اعدادات الحساب، تمام. وفي لغة الواجهة هناك بتحولها لانجليزي، بعدين تنزل تحت تعمل حساس سيف. ايوه تحديد اللغة، طيب تمام. تعملها انجليش، وبعدين تنزل تحت بتعمل حساس بعد. طيب ارجع لنا يا محمد الطنطاوي على الموقع تبعنا، بدنا أسرع نكون مع بعض. كم واحد ضال عنده مشكلة الآن؟ الموقع اللي عندك أنت مش شو اسمه؟ الداتابيز انت مش عارف، يا حازف يا مش مشغل الاباتشي، يا انت مين؟ ايش هو هذا؟ اي موقع؟ ايش هذا يا محمد التلمس؟ ايش هذا اللي انت بعت لنا اياه؟ احنا بنشتغل لوكال، ايش دخلنا في الموقع هذا؟ احنا انت وين بتشتغل معانا ولا وين بتشتغل قاعد؟ احنا بنشتغل لوكال على اجهزتنا، ما بنشتغلش على الورد بريس دوت كوم. لا احنا بدنا نشتغل لوكال، الورد بريس بيسمح لناش هالوقت ننزل هذا الكلام. اللوكال مش انتوا وين يا شباب؟ مش معانا ولا لا؟ مش هي بعت لكم زميلكم 127 واحنا نزلنا المره اللي فاتت البت نيمي؟ مش نزلنا البرنامج ان طيب يا شباب خليكم مركزين معايا، يبدو انه في شباب عندنا احنا مش مركزه معانا من اول المحاضره. شباب حكينا انه احنا انس ومحمد احنا اشتغلنا المحاضره الماضيه على الوورد بريس دوت كوم، هذا قلنا احنا ما بدعمش عنا في شغلات كتيرة، فاحنا لازم نشتغل لوكالي. ليش لوكالي؟ كأننا بنشتغل على سيرفر حقيقي مش استضافة مجانية، تمام؟ الآن احنا من شغلنا اللوكالي، بدنا نشتغل لوكالي عنا، يعني كأن احنا هو السيرفر، جهازنا هو السيرفر اللي احنا بنشتغل عليه. فروحنا جبنا ثيم وبدنا ننزله عنا. انت الثيم هذا اللي تو احنا يا شباب احنا وين انتوا؟ احنا مش معانا انتوا التنين يا شباب، احنا بنشتغل لوكال قاعدين. انتوا وين بتشتغلوا؟ مش على الورد بريس دوت كوم، عشان هيك انا بقول لك انتوا التنين احنا بنشتغل لوكالي. اللوكال بدك تنزل برنامج النت البت نيمي اللي احنا شو اسمه، اعمل اغلاق للموقع كله، ما تخشش يا شباب عليه الموقع، انتوا خشين في مكان مش احنا. من بدي اقول من وين الترقية جاتكو هذه ولا ايش الترقية؟ طيب الان انتوا التنين يا شباب ركزوا معانا وبتحضروا المحاضرة، لانه هيك دخلنا وقت كتير واحنا ما عملناش اشي. طيب الآن محمد الطنطاوي تابع معنا بارك الله فيك، ارجع على الداشبورد الآن يا شباب. روح شايف عندك تاني إعداد تحت، لا خليك معانا اكتيفيت، شايفين هذا في عندك هنا اللايف، استنى تضغطش عندك اللايف بريفيو، سكر الصوت يا أنس من عندك. عندك هنا يا جهاد، سكر الصوت يا جهاد من عندك. في عندنا هنا اللايف بريفيو والاكتيفيت والريتين تو ثيم بيج، اضغط على اكتيفيت ثاني واحده. ايوه اضغط الان، قبل ما تضغط انزل تحت في الصفحه عندك. ايوه الان فشش عنا لسه، هيو بدنا نبدا فيه، تمام. خليك اطلع فوق، اطلع خليك فوق معانا. ايوه خليك هنا. شايفين يا شباب هذا كلنا وقفنا على الصفحه هذه،
الآن بقول لك يلا بدنا نبدأ ننزل عندك اللي هو هذا الثيم، تمام؟ عبد الله التلمس بقول مش عارفين كيف نشتغل على جهازنا. عبد الله انت يعني مش متابع معانا بالمرة، لانه احنا هاي زملائك. كيف محمد الطنطاوي عاد قاعد بيشتغل معانا؟ مش قلنا من اول المحاضرات قلنا منزل البرنامج عندك؟ طب ليش مش منزله؟ طيب احنا الان خليك انت الان مستمع معانا او مشاهد معانا، بعد المحاضرة بنعمل مشاركة انا وياك ونحل مشكلتك. طيب محمد الطنطاوي اضغط على get start with اللي هو ريستو لايت، اضغط ايوه هذه الايكون. لاحظ الان طلع معايا الشباب اللي تو سألني، بقول لي كيف بدي اسحب الموقع بالمحتوى تبعه. الان هاي جايب لك خيارين، الخيار الاول تضغطش يا محمد، خليك معايا، استنى يا طنطاوي خليك معايا لانه الشباب لسه ما شافوش. لاحظ عندك انت هنا الخيار الاول بده نزل لنا الاداه اللي انا حكيت لك عليها اللي هي الاليمنتور. وايش هذا الاليمنتور يا شباب؟ عباره عن بلجن، هنعرف البلجن بالتفصيل، في بلجنات كتيره موجوده. ايش هذا البلجن؟ بلجن بتسهل لك عمليه تصميم الموقع، بتصير انت بس عليك تضيف تحط ادوات وترمي على هالشاشه، تمسك ادوات وتضيف. هاي هذه باختصار، وبتصير تعطيك الوان وتعطيك احجام وتعطيك كيف تضيف صور. شفتوا كيف اول موقع مقسم اشي مربعات اشي؟ هذا كله من خلال الاليمنتور. فاول اشي بدنا ننزل الاليمنتور، اول اشي بدنا ننزل مين؟ الاليمنتور. بعدين الزر الثاني بدنا نسحب البيانات من مين؟ من الثيم. اضغط يا محمد على انستول اليمنتور بيج، طبعا هيو بيلدر اسمه اليمنتور بيج بيلدر، يعني من نبني من خلاله اللي هو مين. طبعا اذا النت عندك بطيء بياخد شوية لانه هو قاعد الان بسحبه من النت. نزل الاليمنتور. ايش كمان مرة؟ الاليمنتور هذا عبارة عن اداة او بلجن بتسهل علينا موضوع التصميم، موضوع التصميم بحيث انه احنا طبعا. وانت اليوم لما بدك تيجي تدور على ثيم، بتدور على ثيم يعني بتدعم الاليمنتور. كان في عنا اداه قبل الاليمنتور اسمها الكومبوزر، بس هذا اليوم الاليمنتور هو الاحدث والاسهل والمدعوم الان من نفسها ووردبريس. طبعا بياخذ شويه وهو بنزل، لانه هو بنزل الان بلجن كبيره. خليك معانا يا محمد شويه قبل ما ينزل. ممتاز، اعمل له اكتيفيت الان، اضغط. طبعا لاحظ انت قلت لك هذه كلمه اكتيفيت هتطول معاك، او قصدي هتشوفها دائما في الوورد بريس، لانه بتنزل ثيم. استنى خليك زي ما انت، بتنزل ثيم بقول لك اكتيفيت، بتنزل بلجن بقول لك اكتيفيت، او حتى هيو بنزل لك كمان. طبعا في عندك فيديوهات كتيره بتشرح الاليمنتور، لكن انا هشرح لك اياه كيف نستخدمه في مواقعنا. استنى يا محمد اعمل باك الان، ارجع على الصفحه اللي تو كنا فيها، ارجع. ايوه طيب لاحظ الان بدنا نسحب مين؟ بدنا نسحب، بدنا نسحب البيانات. فشايف ايش جايب لك الزر الثاني؟ بقول لك انستول ثيم ديمو امبورت، يعني اسحب البيانات الموجوده فيه. اضغط الان اسحبهم. يلا بدنا نسحب الوقت كمان الداتا باللي موجوده فيه. الان بسحب الصور، بسحب الداتا. ممتاز جدا، خليك واقف معانا يا محمد. خليك واقف معانا عشان اسال الشباب اللي معانا، الناس اللي ما عندهاش، الشباب اللي ما عندهاش مشكله في الشغل هذا.
مين لحتى الآن واجهه؟ اتفضل، مين عنده سؤال؟ اتفضل يا جهاد. جهاد حسونة، ايش سؤالك؟ جهاد حسون. لا لا، جاوبته الهندسة على الشغل. طيب ماشي، الشغل أنا واقف واحدة واحدة. وقفت معانا لحتى الآن؟ واقف معانا لحتى الآن هيك؟ طيب الآن كم واحد، كم واحد لحتى الآن مش واقف معانا لحتى الآن؟ كم واحد زبط معاه؟ يا شباب بشوف في ناس بتجاوبناش ولا معاها خبر ولا ايش، مين اللي؟ طيب اللي مظبط، اللي ظابط معاه ما عندوش صوت، اقل ما فيها يقولنا تمام او ظبط او اشي يقولنا وين هو. طيب ارجع، بارك الله فيك يا محمد. محمد ايوه، الان عملت اكتيفيت، اعمل اكتيفيت انت تحت عملت له اكتيفيت تاني زر. ايوه اعمل اكتيفيت. الان اصبح اللي عندك الموقع جاهز. الان روح لي يا محمد فوق، روح اعمل زيارة للموقع عندك، زور لنا موقعك نشوف كيف هو ظهر. فوق من عند اسم محمد، لو ضغطت على فوق عندي محمد فوق اللي هيو هذا فيزيت، ايوه فيزيت سايت، اضغط تحتها. ايوه هاي الموقع صار الان لوكالي عندي محمد جاهز وكامل بكل الصور بكل المحتوى. انزل ايوه، انزل تحت تحت، انزل